لا تأسف لكون هذا النوع لا زال يقع داخل الملاعب وخارج الملاعب. باش نعرف أن الجمهور المغربي ملتزم وأنه يأتي للفرجة، ولكن سلوكات فردية ومندسة تقوم بهذا الشكل الغير مرغوب، وهو الشكل اللي يسيء للسمعة المغربية، للسمعة سمعة المغرب وسمعة الكرة المغربية. للتذكير، فهناك لجنة منكبة منذ شهور فيها جميع الأطراف المعنية بهذه المعالجة، ستكون معالجة طبعا حسب المخرجات، معالجة قانونية ومعالجة تحسيسية ومعالجة تربوية، لأننا عندنا هدف مشترك هو إنهاء هذا النوع من الشغف بصفة نهائية داخل الملاعب وخارج الملاعب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.